السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يسعد صباحكم يا أصدقاء، أتمنى يا رب تكونوا بألف خير إن شاء الله. أهلا بكم بلقاء جديد ضمن سلسلة الشرحات المختصة في تصاميم الإنفوغراف ضمن برنامجنا في الباوربوينت. طبعا رح نتكلم أو كنا عم نتطرق في كتير من الأوقات إضافة الطابع الانيميشن البسيط على أي رسوم عمالي بنقوم بإنشائها، واليوم رح نبدأ بتصميم كتلة من الشرائح التفاعلية ونغير بطرق عرض الشرائح ضمن برنامج الباوربوينت، ورح نتعرف عليها مع بعض إن شاء الله. طبعا قبل ما نبدأ أتمنى لطفا وحبا وكربا من حضراتكم التفاعل قدر المستطاع على الفيديوهات. طبعا ضغط مفتاح اللايك ما بتكلفك الكثير، لكن بتعني لنا كمنشئي المحتوى الكثير، فلو تكرمتم لا تبخلوا علينا بالتعليقات وبالتفاعل بمفتاح اللايك، ونعمل شير للفيديوهات على صفحاتنا والأصدقائنا لتساهم معي في نقل الفائدة. ويلا مع بعض حتى نبدأ بتصميم عدة شرائح باوربوينت تفاعلية. طبعا نحن بعد ما فتحنا عرض تقديمي فارغ رح نتوجه كالمعتاد إلى تخطيط، وبنختار شريحة فارغة. رح نتوجه إلى الشريط القوائم إدراج، ومن أشكال نختار المستطيل. رح أبدأ برسم مستطيل بمساحة معينة، رح أنقله على اليسار بالمرة تماما. هذا المستطيل أعمل Ctrl D تكرار، رح أضعه بهذا الشكل ملاصق تماما. أيضا Ctrl D 3، Ctrl D 4، Ctrl D 5. رح بتوجه أيضا إلى إدراج وبختار من الأشكال المثلث، أنقر مع السحب لرسم مساحة للمثلث بتناسب. رح نتوجه من قائمة التنسيق ونعمل استدارة 90 درجة، رح أسقط المثلث بهذا المكان. أيضا بعمل Ctrl D Duplicate تكرار، رح أخذ المثلث لهذه الزاوية، Ctrl D Ctrl D Ctrl D، رح أضغط على المستطيل الأول مفتاح الكنترول ثم المثلث مع بعضه البعض، أختار Ctrl G لحتى نعمل جروب أو مجموعة، نختار بدون إطار ونبدأ باختيار لون للتعبئة وليكن على سبيل المثال. وأيضا في عندي شيء اسمه تدرجات سريعة، رح نختار تدرج مثلا أن يكون إلى اليسار أو من اليسار، تمام، ليعطينا إياه بهذا الشكل. برجع إلى الشكل الثاني المستطيل، أضغط Ctrl مع المثلث، Ctrl G نفس المبدأ بلا خط إطار عفوا، وبنختار لون وبننزل إلى التدرجات وبنختار تدرج أيضا إلى اليسار أو من اليسار نفس المبدأ، Ctrl G بعمل دمج وتجميع للشكلين بلا إطار، وبختار لون وليكن هذا اللون. طيب ومن تدرج بختار تدرج من اليسار نفس المبدأ، الأشكال اللي بعتها مع Ctrl G وبلا إطار، وبنختار لون وليكن ثم تدرج لوني من اليسار نفس المبدأ، الشكل الأخير Ctrl مع الجيم بلا إطار، وبنختار شكل وليكن اللون الأزرق، وبنختار تدرج من اليسار. الآن رح نتوجه إلى إدراج وبنختار مربع نص، أكتب فيه الرقم 1، رح نختار نوع خط يدعم اللغة الإنجليزية، تمام، وبجي بختار لون للخط وليكن، وبختار ظل ألوم نجعله توسيط بهذا المكان، نعمل Ctrl D تكرار ونسميه 2، أيضا Ctrl D رح نسميه 3، أيضا Ctrl D رح نسميه 4، أيضا Ctrl D ورح نسميه 5. طيب رح ننقل الآن باليمين في مكان فارغ ونتوجه إلى التخطيط ونختار عنوان ومحتوى، نضع عنوان رئيسي للدرس أو الفكرة أنت شغال عليها، أنا رح أشتغل بمسميات افتراضية، تمام. أيضا نختار بولد، بنصغر حجم الخط بما يتناسب، نختار نوع للخط وليكن على سبيل المثال، تمام ونبدأ بعد منا بوضع القائمة للعناوين الفرعية. بدي أفترض طبعا نحن شغالين كل شريحة رح تأخذني إلى عنوان شريحة فيها شروحات معينة، هذه مثل هيكلية واجهة رئيسية الآن فقط لا غير، تمام. طيب نرجع نضبط حجم للخط أو عفوا نوع للخط بما يتناسب، ضبطنا نوع خط بما يتناسب مع المحتوى الشغالين عليه، رح نبعد الأسطر بعض الشيء عن بعض البعض. الآن الفكرة بالموضوع
الفكرة بالموضوع. تمام، أثناء تشغيل الشرائح أنا بدي يجي أمر أمر تمام ويبدأ بالتعداد، كل أمر يبدأ بالتعداد الخاص فيه، كل أمر يبدأ بعد المرحلة الخاص فيها، يعني أنا كل ما تظهر بند تعداد تظهر لي القائمة. الآن الفكرة بالموضوع مثل ما حكينا، أنا بدي تنسدل هذه الأشكال أثناء دخول كل شكل بيظهر معل منهم عنوان الشريحة المختص فيها. طيب كيف رح نظبط هذا الموضوع؟ طبعا هون بختار كنترول جي ورح نختار هون احضار الى الامام، ايضا بختار كنترول جي ومن ثم كنترول جي كنترول جي ونعملها للامام، ايضا كنترول جي وكنترول جي، فنحن دمجنا النص او كتلة النص الترقيم مع الاشكال نفسها. لبدء اعطاء الانيميشن او التحريك رح نحدد الاشكال كلياتها مثل ما انا شايفين، وباخذ مثلا تحريك الى الداخل، وباخذ من اليسار، هاي من خيارات الحركه من اليسار مثل ما ناشيين تبع حتى نشغل ونشوف ايش العمل بيصير معنا في البدايه. لما ننقر تمام، طبعا اجت كتله كليتها مع بعض البعض، انا بدي كل خيار يجي لحال عند نقره، فانا بختار عند النقر، راح نشغل ونشوف انه جاي الخيار الخامس بدايه، ثم الرابع، ثم الثالث، ثم الثاني، ثم الاول، راح نعيد ترتيبه من خلال تفعيل جزء الحركه. هذه المجموعه راح تكون بالاول تمام، هذه المجموعة تكون بالأول، عفوا هذه المجموعة بالأول، الرقم 2 راح تكون بالثانية، والرقم 3 راح تكون رقم 3، والرقم 4 هذه رقم 4، والرقم 5. الآن لو شغلت راح يظهر معي الشكل الأول، ثم الثاني، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس. تمام، الآن راح نتوجه إلى كتلة النصوص الموجودة بهون، وبنعمل أيضا تحريك إلى الداخل، وبنختار أيضا من الأسفل، من اليسار، من أي مكان، ما راح نختلف الموضوع الآن، هذا الموضوع كيفي على ذوقك. تمام، أنا بيهمني الآن أنه أنا ما أختار عند النقر، راح تكون مع السابق، كل هدول الأشكال أو النصوص عفوا راح تكون مع السابق، وراح أربط الآن كل مسمى شريحة مع نمط تعداد، كل مسمى شريحة مع نمط تعداد. الشريحة رقم 1 اللي هي بتجي مع الشكل الأول، فأنا بنقر مع السحب لهذا المكان، والثاني راح تكون لهون، والثالثة راح تكون لهون، والرابعة راح تكون لهون، حتى نشغل ونشوف. لما ننقر ظهر معي نمط تعداد مع شريحة 1 عنوانه 2 3 4 5. تمام، الآن الجزء الأول من برنامجنا اليوم، يعني بدأت الشريحة أصبحت واضحة معالمة بشكل كامل، راح نتوجه ننقر باليمين ونختار شريحة جديدة. تمام، راح أختار تخطيط فارغ، راح نختار تنسيق لون الخلفية بلون الخيار الأول. لون الخيار الأول عندي إياه كان لونه بالأزرق، فراح نختار نحن باللون الأزرق. تمام، راح نتوجه إلى إدراج مربع نص ونختار نكتب شريحة 1، يعني عنوان الشريحة، وانت راح تحط طبعا عنوان الدرس اللي انت شغال عليه بهذا المكان. تمام، اتمنى ان شاء الله يكون الموضوع مفهوم، يعني بعد ما نقرنا على العنوان راح ننقر على العنوان، فلازم يجيبني لوين؟ الى شرح مفصل اللي بتكلم فيه بالعنوان الفرعي. تماما، هذه شريحة 1، راح نعمل باليمين دبليكيت التكرار للشريحة وبنسميها شريحة رقم 2، وبالنسبة للون راح يكون عندي اياه باللون الاحمر، هذا اللون نعمل دبليكيت تكرار الشريحة راح نسميها 3، وبالنسبة للون راح يكون عندي اياه باللون الأخضر، وبنعمل تكرار أيضا والشريحة رقم 4، واللون عندي اياه باللون البني، والشريحة رقم 5 راح يكون عندي اياه باللون البنفسجي. تمام، الفكرة بالموضوع بدي أنقر على كل رقم يأخذني على الشريحة الخاصة فيه، كل رقم، فراح أحدد فقط مربع النص، مربع النص أنقر باليمين ونختار ارتباط تشعبي، وبنختار مكان في هذا المستند وبختار الشريحة رقم 2، يعني اللي هي عنوان الشريحة 1، هذه عنوان رقم 2 لكن محتواه هو شريحة 1، أنقر على موافق. طيب، وبنختار مربع النص الثاني، وبنختار ارتباط تشعبي مكان في هذا المستند، ونختار الشريحة 2، هذه هي الشريحة 2. نفس المبدأ، منروح للرقم 3، ننقر باليمين على حواف المربع ارتباط تشعبي مع الشريحة رقم 3. تمام، ثم مربع النص باليمين نختار ارتباط تشعبي والشريحة رقم 4 مثل ما شيء معينة،
ومن ثم رقم 5 أنكر باليمين ارتباط تشعبي مع الشريحة رقم 5 ثم موافق. الآن نحن لما نشغل رح نشوف معانا بالشكل التالي: لما نقر ظهر الخيار الأول، خيار الثاني، خيار الثالث، والخيار الرابع، والخيار الخامس. هذا العنوان الرئيسي لبروجكت أو المشروع اللي شغال عليه. العناوين الفرعية بدي أتوجه إلى عنوان معين، يكفي الوقوف على الرقم حتى يعطيني إشارة الهنجر أو الأصبع لما أنكر عليها، هو رح يأخذني إلى الشريحة. صف عندي موضوع الانتقال إلى الشريحة كيف رح يكون، وأحتاج مفتاح للعودة، فرح أتوجه إلى أول شريحة فرعية، بختار إدراج من أشكال على سبيل المثال مثلث. مثال أنت فيك تختار أي شكل على بالك، خلي يكون بعكس الاتجاه بهذا المكان، ونختار التعبئة باللون الأبيض، تمام، ونجعل ظل لألوم وليكن تمام. طيب أنا بدي لما أنقر على هذا المثلث هو يأخذني أو يرجعني إلى الشريحة الرئيسية، رح أنقر عليه باليمين ونختار ارتباط تشعبي ورجعني إلى العنوان الرئيسي عفوا أو هي الشريحة الرئيسية أو الشريحة الافتتاحية ثم موافق. أعمل كنترول سي، الشريحة الثانية كنترول في، لأن وين ما كنت أكون بالشرائح الفرعية هو نفس الارتباط لازم يرجعني إلى الشريحة الأولى. أيضا كنترول في كنترول في وكنترول في. رح نقرأ الشريحة الأولى، ومن قائمة انتقالات رح نختار التأثير اللي هو نزع غلاف مثل ما أنا شايفين هذا الانتقال، وبغير الحركة يمين أو يسار حسب الجهة اللي أنت محتاجة، ونادي تطبيق على كل الشرائح. الآن نحن لو شغلنا العرض رح نشوف على الشكل التالي: رح نقرأ على الخيار الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع ثم الخامس. الآن بدي أتوجه إلى خيار معين رح ينطوى معي بهذا الشكل، بدي أرجع للشريحة الرئيسية، بتوجه إلى الخيار الثاني وبرجع إلى الشريحة الرئيسية. في عندك حرية بالتجوال ضمن أقسام البروجكت أو المشروع أو الدرس اللي أنت محتاجه. هذا بما يسبب اختصار الشرائح التفاعلية. الشرائح التفاعلية تتألف عندي من شريحة رئيسية وعدة شرائح فرعية، وأعمل ارتباط ديناميكي بين هذه الشرائح من خلال الإجراء الأزرار، تمام، والعرض الهرمي للأفكار سواء كان عندي شريحة رئيسية مثل ما حكينا وشرائح فرعية. أتمنى إن شاء الله وتعالى بهذا اللقاء قدمت لحضراتكم الشيء اللائق والمفيد والمتميز والذي يليق بكم دائما. لا تنسونا أيضا بصراحة من حقنا عليكم التفاعل والاشتراك وتقدير المجهود، ولو بضغط مفتاح لايك بتسهل معي في رفع أداء الفيديو لحتى يصل معنا إلى أشخاص تانيين إن شاء الله. أشكركم جدا على حسن المتابعة وحسن تواجدكم، وأتمنى إن شاء الله أن أحظى بدرجة الإحسان بخدمتكم. أخوكم أحمد صالح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.